لنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. إنجيل هذا الصباح المبارك زي ما سمعناه كده جزء من العظة على الجبل، واللي ختم هذا الفصل اللي تلي على ما سمعنا الآن بهذه الآيات الجميلة: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. كلمنا كتير وسمعتم وعظات كتير عن ملح الأرض وعن نور العالم، ومن الترتيب ربنا الحلو ان احنا بنحتفل هذه الأيام المقدسة بتذكار صوم الست العذراء، هذا الصوم المحبب عند الكثيرين، بل قد لا أبالغ لو أقول عند الكل. ده مش عند المسيحيين بس، بل وبعض غير المسيحيين أيضا يقدسون هذه الأيام، وبعضهم ينذر فيها أياما للصوم، ويتعلق قلب الشعب القبطي بل والشعوب المسيحية بهذه الأيام المقدسة وهذه التذكارات، سواء بالصوم والتفنن في الصوم فيه اللي يبتدي من أول يوم في الشهر شهر أغسطس، رغم أن الكنيسة مقررة الصوم 15 يوم بس، لكن في ناس بتزوده وتخليه 21 يوم، وفي منهم اللي بيصوموا منقطعا عن أكل السمك رغم أن الكنيسة سمح فيه بأكل السمك، إلا أن في ناس وضعت على أنفسها أن هي حتى أكل السمك لا تأكله في هذه الأيام، وفي منهم اللي بيصوموه بالمية والملح، وفي منهم اللي بيصوموه من النجمة للنجمة، وفي كل واحد حسب ما يعني شو قلبه بيرشده كده يقدس هذه الأيام إزاي. كل ده علشان احنا عندنا محبة وإكرام للست العذراء، فكويس واحنا بنحتفل بهذه الأيام المقدسة واحنا بيتلى علينا هذا الفصل المقدس أنتم نور العالم أنتم ملح الأرض، نتكلم شوية على مكانة القديسين في الكنيسة. احنا عارفين ان الكتاب المقدس كله من الألف إلى الياء من سفر التكوين لسفر الرؤية بيركز الكتاب المقدس كله على شخص واحد بس. اقول له تاني الجملة دي: الكتاب المقدس كله من تكوين للرؤية بيركز على شخص واحد بس، شخص ربنا يسوع المسيح. من العهد القديم النبوات اللي بتقول لنا هيجي ازاي وهيتمم وعوده الله ازاي بالفداء، وفي العهد الجديد لما جاء وتم الوعد تمت الايام وكملت الايام وصار واقع وتجسد ابن الله بالكلمة، ابن الله الكلمة بالجسد، وصار انسانا وصار يسوع المسيح حقيقة مرئية امامنا واتم وعوده بالخلاص وصلب ومات وقبر وقام من الأموات، ثم انطلقوا التلاميذ والرسل يبشروا بالتطبيق العملي لوصايا المسيح ويوروا الناس ازاي يكون حياة الانسان المسيحي عمليا تكون ازاي. فالكتاب المقدس كله بقول وبكرر ثالث مرة هو الشخصية المحورية، الشخصية المركزية، الشخصية الأساسية اللي بتدور حوالي كل الأحداث، نبوات وتحقيقها، رؤى وتحقيقها، أحلام يشوفوها الآباء والأنبياء وتحقيقها، أحداث أشكال والوان كلها بتدور على حول شخصية ربنا يسوع المسيح. حتى بعد ما الرسل انطلقوا للبشارة وبشروا الأم وعلموهم وابتدى اسم ربنا يسوع المسيح ينتشر في دول كتير وتعرف بلاد كتير وشعوب وامم وقبائل اسم ربنا يسوع، وابتدت كل شعب وكل قبيلة وكل كنيسة
تفهم مين هو ربنا يسوع المسيح. وان كان حصل اختلاف وده حاجة حادثة يعني حادث تاريخي ما نقدرش ننكره بين بعض الكنائس وبعض في فهم مين هو شخص ربنا يسوع المسيح، حتى ان قامت ما تعرف باسم الهرطقات ثم المجامع، وقفوا ابائنا اباء الكنيسة يدافعوا عن الايمان المستقيم ويحافظوا عليه ضد كل فكرة خاطئة من هنا او من هناك. كانت من اشهر هذه الافكار الخاطئة ان جه شخص بطرك للقسطنطينية كان اسمه نسطور في القرن الخامس الميلادي، وقال انا ما اقدرش اقول على العذراء ان هي والدة الله، لكن اقول بس هي والدة مين؟ المسيح. ما اقدرش اقول عليها باللغة اليونانية، اللغة بتاعت الثقافة والعلم في الوقت ده، ثيوتوكوس، لكن هقول عليها خريستوتوكوس. ما اقدرش عليها اقول ام الله، لكن اقول عليها ام المسيح بس. الكنيسة قامت ما عادتش، وقف بطرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية او كنيسة اسكندرية البابا كيرلس عمود الدين في الوقت ده، وقال له غلط اللي انت بتقوله، لازم نقول عليها والدة الله. الحقيقة انت لما بتقلل من شأن العذراء وتقول عليها ان هي ام المسيح بس، انت مش بتقلل من شأنها هي فقط، لكن بالاولى انت بتقلل من شأن مين؟ ابنها. لان كده الكنيسة علمتنا، انا لما اقلل من شأن ام الله واجعلها ام المسيح فقط، يبقى انا قللت قيمة المسيح نفسه، ما خليتوش هو الله، خليته المسيح بس، يعني الشخص الانسان بس، ونزعت عنه صفة الالوهية. واحنا تعلمنا، يكمل القديس كيرلس يقول، ان احنا الشخص المهم والاهم في حياتنا اللي احنا مدعوين باسمه هو شخص ربنا يسوع المسيح. احنا مسيحيين، احنا مش حاجة تانية، وبالتالي لابد ان ادافع عن شخص ربنا يسوع المسيح وعن الايمان به، ولابد ان اقول للعذراء انت والدة الله. انا اكرم العذراء لانها هي اللي استحقت تكون ام الله، ولازم اصر على لقب ام الله والمسيح هو الله. باختصار شديد ده كان الكلام. ووقف قال في يوم الافتتاح بتاع مجمع افسس المسكون الثالث سنة 431، عظة افتتاحية شرح فيها مين هي ام الله دي، وليه بنمجد ام الله. احنا بنمجد ام الله مش علشان هي مجرد العذراء القديسة مريم. العذراء القديسة مريم قديسة، واحنا كلنا بنحبها وعارفين وشايفين التعلق الشعبي هو كل يوم في النهضات ازاي في كل الكنائس، ولكن في نقطة مهمة مش من الصالح ابدا ان هي تغيب عن اذهاننا. احنا نكرم ام الله لانها اتت لنا بالخلاص. ووقف يشرح القصة دي القديس كيرلس بكل قوة وبكل دفاع عن العذراء مريم عن لقب الثيوتوكوس انها ام الله. واحنا لغاية النهاردة في التمجيد الحلو اللي احنا بنقوله مثلا في شيرني ماريا او السلام لك يا مريم اللي احنا بنقوله بالليل، ونفضل نقول لها في القاب جميلة. من ضمن الالقاب الجميلة بنهلها بنقول لها سلام لك يا مريم فخر يهوذا. يهوذا مين يا ترى اللي بنكلم عنه ان هي صارت فخر لي؟ يهوذا اللي سلم المسيح له المجد؟ لا طبعا مش هو ده اللي بنتكلم عنه خالص، لكن بنتكلم عن يهوذا اللي في العهد القديم. القصة في العهد القديم باختصار شديد من غير ما نخش في تفاصيل، ان كان في شريعة اسمها شريعة بيت مخلوع النعل. يعني ايه بيت مخلوع النعل؟ يعني كان زمان الله ادى ارض فلسطين ميراث لشعبه وشعب اسرائيل، وقال كل واحد من الاسباط هيملك حتة من الارض وبالتالي يورثها لابنه ابن ابنه وهكذا، ومحدش من حقه ان هو يبيع الارض دي، وده سبب تمسك اليهود بالارض ولغاية النهاردة
الخناقات اللي بنسمعها لغاية النهاردة على الارض. المهم، فلو حصل وواحد تزوج ولم ينجب، طب هيورث حتة الارض بتاعته لمين؟ ده ربنا عمل شريعة كده، لازم يورثها لابنه وابنه يورثها لابنه وهكذا. في الحالة دي عملوا نظام، اذا تزوج رجل ولم ينجب ومات وما انجبش، اخوه ياخد زوجته، ياخد زوجة الميت يعني، ويتزوجها ويقيم نسل لاخيه الميت، واول طفل يتولد نتيجة هذه الزيجة يتكتب باسم اخيه الميت، وبالتالي هذا الطفل لما يكبر ويبقى راجل هو اللي يورث حتة الارض دي. طيب، وفي حالة ان في شخص مرضيش يتجوز مرات اخوه الميت ويقيم لها نسل، تعمل ايه الاسرة وتعمل ايه الست اللي ما بقالهاش نسل؟ اول حاجة الست دي عار عليها ان هي ما لهاش نسل، عشان كده ده اللي فصل لنا ليه اليصابات كانت شعرة بالعار ان هي ما عندهاش طفل، دي التقاليد اليهودية ودي طريقة تفكيرهم، دي حاجة. الحاجة التانية، تخرج هذه المرأة وتشهر، عفوا يعني في الكلمة، نعلها يعني الحذاء اللي في رجليها في وش اخو الميت اللي مرضيش يقيم نسل لاخيه الميت، ويتقال على البيت ده بيت مخلوع النعل، يعني اترفع نعل الزوجة في وجه اخو زوجها الميت اللي مرضيش يقيم نسل لاخوه الميت، وبالتالي يتقال على البيت اسمه ايه؟ بيت مخلوع النعل. التجربة دي حصلت بالضبط في بيت يهوذا، واحد من الاسباط، وكانت مرات ابنه اسمها ثمار، وخرجت ثمار ورفعت نعلها في وش يهوذا، فصار عار ليهوذا، لان بيته بقى بيت مخلوع النعل، بقى بيته متطبع عليه الشريعة دي. ورفعت ثمار اللي دعيت بعد كده باسم ثمار الزانية، ده اللي يفسر لنا ليه خرجت ومشيت في الطريق الوحش، عايزة تقيم نسل لان اخو جوزها مرضيش يقيم نسل لاخيه، هي عايزة تقيم نسل باي طريقة، فحتى لو قامته بطريقة غير شرعية، وتعرفت باسم ثمار الزانية، وبالتالي صار بيت يهوذا بيت فخر، لا بالعكس بقى بيت ايه؟ عار. فيقول لنا الاباء القديسين، لما جت الست العذراء وولدت لنا مخلصنا الصالح يسوع المسيح ابن الله الكلمة، احنا بنلقب المسيح بلقب جميل جدا، بنقول عليه ادم الثاني. يعني ادم الثاني؟ يعني بنقول جه المسيح يعمل اللي معرفش ادم يعمله، ادم الاول. ادم الاول معرفش يقيم نسل ينسب لله، ابناء لله، لانه اخطأ، فطلع نسله كله، البشرية كلها اللي في صلبه طلعها برا البركة، ودخلت في اللعنة، ودخلت بسبب الخطية في الخصومة والعداوة بينها وبين الله. فجاء ابن الله بالجسد، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ليقيم نسل جديد، ابناء جديد جدد، طبيعة جديدة، طبيعة بشرية جديدة يقيمها منسوبة لله الآب، ويرفع العار عن بيت آدم الأول لأنه صار بيت مخلوع النعل. فببنوته لله الآب وببنوتنا احنا ليه، صرنا احنا كمان أبناء لله، صرنا نقدر نتجرأ ونقف ونقول يا أبانا الذي في السماوات. امتى قدرنا نقولها؟ لما جه المسيح وتجسد وجعلنا أبناء لله، وأقام نسل جديد، بشرية جديدة، جنس بشري جديد ينسب لله، العمل اللي ما قدرش يعمله آدم، وبالعكس بقى آدم بسبب السقوط وبسبب البشرية كلها طلعت من النسبة إلى الله. فبنطوب العذراء وبنقول لها أنت اللي بسببك صار الفخر لمين؟
يهوذا، رجعت الكرامة تاني ليهوذا، ورجع النسل تاني والبركة تاني لبيت يهوذا بسبب هذا الأسد الخارج من سبط يهوذا. اتقال على المسيح كده، هو الأسد الخارج من سبط يهوذا. بسبب هذا الأسد الخارج من سبط يهوذا رجع الفخر تاني ليهوذا بعد ما يهوذا خادوا العار. فنحن نكرم العذراء لأنها صارت بحسب كلام إنجيل النهاردة نور للعالم وملح للأرض، صارت بسببها البركة، وصارت بسببها البشرية تاني ترجع تنصب لله عن طريق ولادتها لآدم التاني اللي رفع اللعنة عن البيت، وصار بيت البيت الأدب الأبدي، ما هوش بيت مخلوع النعل ولا حاجة، ولكن بالعكس بيت فيه البركة وعادت نسبة البشرية كلها إلى الله. فنحن نطوب العذراء ونفرح بيها لأنها أم الله، هي قديسة، هي صاحبة معجزات وحاجات حلوة كتير، ولكن ما ننساش ان احنا نطوبها لأنها بسببها كانت البركة بعد اللعنة، بسببها كان الفخر بعد العار، بسببها او بسبب ولادتها للمسيح له المجد اللي بيه تمت الوعود، وصرنا مرة اخرى في الفرح بعد الحزن وبعد الخروج من الجنة الاولى، او من العلاقة والعشرة مع الله في الاول. رجعنا تاني الى الفردوس زي ما بنصلي بنقول، رجعنا تاني للفردوس بفضل تجسد ابن الله بالكلمة من العذراء القديسة مريم. عشان كده احنا بنحتفل بيها وفرحانين بيها، لان بيها صارت البركات، بيها صار اتمام الوعود، بميلادها للمسيح صرنا فرحين وصرنا ثابتين. كل سنة وحضراتكم طيبين، يعيد عليكم الله هذه الأيام بالبركة وبالقداسة، وتكون هذه الأيام لينا أيام نهضة حقيقية في بيوتنا وفي قلوبنا وفي حياتنا، ما تبقاش مجرد عادات وتقاليد ان احنا نيجي نزور وندخل أماكن هنا أو هناك ناخد بركة وخلاص كعادات وتقاليد، ولكن فعلا سبب نهضة وتغيير في حياتنا. لإلهنا كل مجد.